في إطار مكافحة كل أشكال المضاربة في السلع والمنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك، قام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران بخدمة تخص شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالسد ثابت بالكرمة، أين تمكنوا من توقيف شاحنة بمبرد نوع كيا كانت قادمة من اتجاه سيدي بلعباس باتجاه وهران، وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها عثر بداخلها على 1995 كيس حليب مدعم ومقنن، تم توقيف سائق المركبة ورفعت ضده مخالفتين تتعلق بالمضاربة غير المشروعة وبيع الحليب المدعم خارج سلسلة التوزيع. في نفس السياق تم حجز البضاعة وتوقيف المركبة السالفة الذكر، حيث سيتم تقديم متورط أمام نيابة السيد وكيل الجمهورية فور استكمال التحقيق.